هل تسمع مثل ما أسمعه؟ إنه صوت داود عليه السلام. كم هو جميل وهو يقرأ كتابه المقدس الزبور. هيا لنسبح مع داود ونستمتع بصوته الجميل الذي لم نسمع مثله بين خلق الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله تسمعون صوت داود عليه السلام؟ لقد نسينا الجوع، فسماع صوت داود عليه السلام لا يقاوم أبدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. سبحان الله الذي أعطى نبينا وملكنا داود الحكمة وأنعم عليه بصوت جميل ينسي أي مخلوق نفسه بما فيها من جوع أو عطش أو ألم وهو يسمعه. نعم سبحان الله. وقد أنعم الله على النبي داود حيث جعل الحديد في يده لينا فهو يفتله كيفما شاء ويصنع منه الدروع التي لا فيل لها في هذه الأرض. لقد أخذ أحد الأشخاص مالا من أبي ولم يرده فشكوناه للنبي داود فأجبره على إعادته إلينا. فلنبدأ درسنا اليوم ونتحدث فيه عن الكتاب المقدس الذي أنزل على النبي داود. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. وهو من الكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل والقرآن. كم أنا سعيد وسليمان الحكيم يجلس بجوار والده النبي داود. إن الله أنعم على نبينا داود بالنبي سليمان عليه السلام وهو يجلس مع والده في هذا المجلس يستشيره الأب النبي. قد أذن الملك داود عليه السلام بالانصراف للجميع وهو يقول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. ما أجمل الليلة مع الهواء الجميل والقمر البديع، ونحن سعداء نحب الملك سليمان. لست وحدك التي تحبينه، بل كل الطيور والجبال وكل الناس، حتى الأشجار والنباتات، فالجميع يحبون النبي داود عليه السلام، وهو حب لمن يستحق. وأنا أحب ولده النبي سليمان عليه السلام. نعم، إننا نحبه كذلك، لأنه سليمان الحكيم عليه السلام، فقد ورث عن أبيه النبوة والحكمة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. دائما يحب ملكنا داود عليه السلام أن يطمئن على استعداد الجيوش. نعم، فجيوش الأعداء تتعجب من دروعنا ولا تعرف كيف نصنعها. يبدو أن النبي داود وابنه النبي سليمان قد وصل لموقع الجيوش. إنه يطمئن على الجند وكل ما يحملون من دروع وسيوف. السلام الذي أعاد إلينا الكرامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أحبه الجميع لعدله وقوته وشجاعته وكرمه وحكمته. العزاء الوحيد أن النبي سليمان ورث عن والده النبوة والملك والحكمة. مات داود عليه السلام، مات داود عليه السلام، مات داود عليه السلام، مات داود عليه السلام. إنا لله وإنا إليه راجعون.